على الدكتور أحمد الخطيب. وكان الوقت اللي يشرب فيه الشاي كامل، والدكتور الخطيب ينظم حتى اليوم في مواعيده. فربع التليفون في لندن الخطيب كان. طبعا انا اهدف الكويت، محافظ اختيار الكويت. بعد 40 دقيقة يدق التليفون في لندن على شقة الدكتور أحمد الخطيب، هو قاعد يشرب شاي، رفع التليفون، قالوا له خلصنا من اليوعان الدردوري. 40 دقيقة ماكو تليفونات ذاك الوقت، ماكو تليفونات عند الناس، بس اكو بعض التليفونات لا تتعدى الثلاثة. واحد من التلفونات وصل خبر لندن، بس المعلومة اللي وصلها كانت خطأ، قال اليوعان خلصنا منه.